أصدقائي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بأسرار آدم. اليوم رح أقدم لكم بلاك أند وايت كوفي، إن شاء الله بتعجبكم. أنا أول مرة رح أجربها معكم، فإذا عجبتكم بتمنى تعملوا سبسكرايب اشتراك وشير ولايك، وإذا ما عجبتكم بتمنى تعملوا كومنتس. تعليقاتكم دايما بتشرفني. الوايت كوفي معروفة بلبنان وبالوطن العربي، ولكن بلاك أند وايت يمكن تكون أول مرة حتجربوها، حنجربها سوا كمان. أصدقائي، يسعد صباحكم جميعا. اليوم رح أعمل قهوة البلاك أند وايت. كتار منا اللي بيسمعوا بالوايت كوفي، واللي هي منشأها ماليزيا، لبنان اشتهر فيها كتير، بعض الدول العربية. وهي عبارة عن قهوة، هي منا قهوة، هي عبارة عن مي سخنة مع زهر وسكر. عجبتني الفكرة إنه رح أعملكم اليوم بلاك أند وايت كوفي. هي عبارة عن إنستنت كوفي أو قهوة فورية، أي نوع بتحبوه، وشوكولا. عندي فنجان قهوة هون بساعة 150 مللتر من المي السخنة. نحط قطعة شوكولا، فيك تحطوا شوكولا حلو، فيك تحطوا شوكولا نص سويت، مش ضروري يكون مر، مثل ما انتو بتحبوا. هاي قطعة شوكولا، وربع ملعقة صغيرة ما زهر. النكهة شممها رائعة جدا. بعد في عندي الطعمي، صراحة هيدي القهوة امبارح فكرت فيها طريقة تبعيتها، وهلا عم جربها قدامكم. أول مرة بجربها، بدي المي تكون جدا جدا مغلية. هلا رح ذوقها، فعلا نكهة جديدة. طيبة، أنا بحبها مرة. اللي بيحبها حلوة في يحط لها شوكولا نص حلو، في يحط سكر نبات مشهور كتير بلبنان. فينا نحط ستيفيا حتى نحليه، يعني فينا نحط أي نوع من المحليه. طيب جربوها، يمكن تعجبكم يمكن ما تعجبكم. هلا فكر اعمل معه شوية فلاكس. ترويقة طيبة، جربوها. نشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. باي باي.